بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أحد الأسرار في قضية غيبة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، والتي قد طالت هذه القرون المتمادية، عدة أمور قبل أن نصل إلى أن نذكر هذه الأمور. نقدم مقدمة تنفع هذه الحلقة والحلقات المقبلة بعون الله سبحانه وتعالى. علمنا، معرفتنا بالنسبة إلى المجهولات جدا قليلة، يعني نعرف أشياء ونجهل الكثير 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 من الأشياء. وصلنا إلى شيء ولم نصل إلى أشياء وأشياء وأشياء. هذه هي نسبة المعلومات إلى المجهولات. يوم من الأيام سألت امرأة أحد العلماء والحكماء عن مسألة، فقال ذلك الحكيم، قال: لا علم لي بالجواب وبالإجابة. فقالت: تأخذ من بيت المال راتبا، يعطيك الخليفة ذلك المال على أن تكون عالما، وإذا سألك إنسان عن مسألة تجيبه. فقال مجاوبا لهذه المرأة على أنه إن أعطى الملك والخليفة جميع ما في العالم من ذهب وفضة، أعطاني بالنسبة إلى ما أجهل لكان قليلا. أي مجهولات الإنسان جدا كثيرة. فما هو مدى معرفتنا بالنسبة إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه؟ وحلقاتنا والبرنامج في موضوع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فما هو مدى معرفتنا بالإمام؟ وما هي فلسفة الغيبة وأسباب الغيبة؟ ولماذا قد غيب الله حجته ووليه وخليفته في أرضه عن أعين الناس؟ مدى معرفتنا بهذه الأمور، إلى ما وصلنا وما نجهل حقيقة من هذه الأمور، فمعلوماتنا كما ذكرت جدا قليلة. ولكن ربما نعد بعضا من هذه الأمور والغايات في غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على أمور نتمكن أن نذكر هذه الأمور متمسكين ببعض من الروايات وما وصل إلينا من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. يتمكن الإنسان أن يصل إلى مجهولاته مثلا بمساعدة بعض الأجهزة. فقبل سنوات وقبل مدة ما كان الإنسان ليصل إلى ما وصل إليه في هذا اليوم علماؤنا، علماء الفلك، علماء شتى المجالات، وصلوا إلى موارد، إلى معلومات قبل ربما سنوات قلائل أو قبل عشرات السنين مثلا، الآونة الأخيرة والعصور المتأخرة كانوا يجهلون هذه الأمور. فعلمنا وعلم من سبقنا وعلم من يأتي بالنسبة إلى ما ذكرت إلى المجهولات جدا قليلة. من الجدير بالذكر أن يقرأ الإنسان بعض الكتب وما وصل إلينا من روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وهم باب علم الله. علمهم من علم الله، علمهم علم الله سبحانه وتعالى. أن يقرأ الإنسان هذه الكتب ككتاب الغيبة للنعماني، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي، كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكتب أخرى ألفت وجمعت وصنفت في هذا المجال من الجدير بالمنتظر الحقيقي والشيعي الموالي
للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أن يقرأ بدقة وتمعن إلى هذه الكتب وإلى هذه الروايات الشريفة. أحد الأسباب المهمة والأسرار التي تكمن في قضية غيبة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هو إن صح التعبير خوف الإمام عليه السلام من الاغتيال أو من القضاء عليه. يعني الله سبحانه وتعالى أمر خليفته ووليه أن يكون بعيدا عن متناول الناس وأيدي الناس لئلا يغتال الإمام، لئلا يقتل الإمام، لئلا يقضوا على الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام الذي الأعداء ترصدوا الإمام قبل ولادته هكذا يترصدونه ويريدون قتله ويريدون به سوءا حتى بعد ولادته وغيبته. كما أن الإمام أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه خرج من المدينة المنورة، خرج خائفا يترقب، كما خرج موسى من مدينته ومن فرعون ومن جماعة فرعون. هكذا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه له سنة في جده أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. هل أن الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام سيد الشهداء كان يخاف من قتل بسيف؟ لا، وإنما على الإمام أن يحافظ على حياته ككونه إمام يريد أن يصل إلى تلك اللحظة الغائية في إمامته أن يقع شهيدا على أرض كربلاء في يوم عاشوراء. هكذا نبي الله موسى عليه رسالة مهمة، عليه أن يقوم بإمامة جماعة بهداية جماعة هم بنو إسرائيل في سنوات معينة بعد أن يذهب إلى الطور، بعد أن يرجع إلى قوم فرعون ويهديهم ويرشدهم إلى الصلاح وإلى الهداية وطريق السعادة. فلما خرج هل كان يخاف موسى مثلا؟ وهذا هو من حجج الله وأنبياء الله العظام، على نفسه خوف الموت مثلا؟ لا. وهكذا بالنسبة إلى سيدنا مولانا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهكذا الحال بالنسبة إلى الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. غيب عن الأنظار لئلا يقضى على الإمام، لئلا يقتل الإمام. كما تعلمون أنه لما ولد الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان الطغاة في حين ولادته وفي عصره صلوات الله وسلامه عليه يترصدون الإمام وولادة الإمام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ولكن غيب الله ذلك الأمر عن هؤلاء الطغاة. فكقضية موسى نبي الله على نبينا وآله وعليه السلام، وأوحينا كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص الآية 7، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. أو يقول نبي الله موسى حكاية عنه في القرآن الحكيم في سورة الشعراء آية 21، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. هذا هو الحال بالنسبة إلى إمامنا وحجة الله صلوات الله وسلامه عليه المرحوم الشيخ الكليني في الكافي الشريف، وهكذا الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة ينقل عن زرارة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه على أنه لماذا غاب الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام بتلك الصفة الخاصة. فيقول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لأنه يخاف الموت. يخاف الموت يعني مو أنه يخاف شخصيا الموت أن تزهق روحه مثلا، لا، لأن لكل إمام وظيفة، ولم يحن تلك اللحظة المعينة في وظيفة الإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن استمرت يعني هو الآن الإمام في حال أداء وظيفته ومهام الإمامة والدور الذي على عاتقه، ولكن لم ينتهي أمد هذه الوظيفة.
وصلاح هذه الأمة وقضية هداية هذه الأمة، وأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا لم يحن إلى هذه الساعة. وروايات كثيرة وكثيرة في هذا المجال. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، ويجعلنا من أعوانه وأنصاره، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.